الخير، لينا لقاء النهارده مع استاذ ايهاب خورشيد، شقيق الفنان الراحل عمر خورشيد. احنا جينا نزور بيته النهارده ونعرف ازاي حالك يا استاذ ايهاب. اهلا وسهلا يا فندم، حضرتك افكر حياتك بحاجه كده قديمه قوي. طيب كنت حياتك والدت حياتك جيتوا في مقر الحزب، صح، اللي في قد باشا سراج الدين، صحيح، المشكله بتاعت المحكمه العسكريه، صحيح يا فندم. تمام. هو فؤاد باشا هو اللي تدخل اياميها عشان يسقط ال60,000 جنيه غرامة اللي هم كانوا اتفرضوا علينا علشان الكتاب ده اتصادر. ده هو تمام. صحيح، ايوه بالظبط كده. دلوقتي احنا عايزين حضرتك البقاء لله. الله يخليك. وحضرتك ابتديت تاخد عزا الفنان الكبير عمر خورشيد. نعم. من يومين، اشمعنى بالظبط بقى من يومين؟ شوفي حضرتك، يعني هو طبعا الله يرحمه عمر، علاقتي بيه علاقة خاصة شوية. صحيح احنا هو من أم وأنا من أم تاني، بس ظهر لي في حياتي على فترات من ابتدائي مثلا، من الطفولة وفي الإعدادي وفي الثانوي، وهكذا بقى كان بيظهر لي في حياتي في مراحل معينة من عمري، ومع إنه بعيد عني، يعني ما هواش معايا في نفس البيت مثلا زيه زي بقية إخواتي. لا، كانت اخوات من الاب المصوري الكبير مستر احمد خورشيد. نعم. بس مش من الام. ام تانية، فهو في بيت واحنا في بيت. تمام. ومع ذلك كان دايما يسال عن اخواته. يعني حتى والدته بنفسها مدام عواطف الله يرحمها كانت تقول لي يا ايهاب اخوكم كان دايما يسال عليكم. يقول اخواتي يا ماما، اخواتي يا ماما. عليهم. ابويا الله يرحمه يعني حصل له المشاكل اللي حضرتك عارفاها دي، فده أثر علينا كلنا كمان، يعني أثر على كل العيلة بعد كده. أنتوا هاجرتوا؟ إحنا هاجرنا مرتين مش مرة واحدة. أول مرة إمتى؟ أول مرة من سنة 70 لحد 75، دول كانوا 5 سنين. تمام. وبعد كده أنا هاجرت 14 سنة بعد واحدة. دي كشغل، دي كانت الهجرة الأولانية كانت هروب من مصر. كانت هروب من مصر. خافت يطلعوا من السجن وينتقموا منها. تمام. هما كانوا في القضية بعد موت عبد الناصر. هي مدام اعتماد شهدت في محاكمة العصر، أكبر محاكمة حصلت. نعم. شهدت شهادة يعني تاريخية جدا. نعم. وشجعها على كده زي ما سمعنا الرئيس راح يرجع عبد الناصر. نعم. تمام. وعدوها حاجات إنها تحصل لو شهدت الشهادة في الحق دي. أخذت الحاجات دي يعني؟ ما حصلش. ما تعوضتش؟ لا، ما حصلش أي تعويض، بالعكس. ده هي في الوقت اللي احنا كنا منتظرين فيه إنها تتعوض وتكرم، حصلت إنها ابتدت تشوه صورتها بشكل من الأشكال، وتزورت التحقيقات مؤخرا، وأقاويل اتقالت عليها وعلى سيرتها وعلى تاريخها، بحيث إنه هي يبطلوا شهادتها، أو إنه هي تطلع إنسانة سيئة السمعة والسلوك، فبالتالي يبقى شهادتها مش مظبوطة، والناس اللي اتحبست دي ناس بريئة، كانت معاها حق، إحنا اللي غلطانين. واخد بال حضرتك إزاي؟ بس هما اتحبسوا بناءً على مثلاً يعني صفوت الشريف اتحبس في القضية. إن أنا مش من حقي إن أنا أطالب، يعني أنا اتفرجت على المؤامرة بتاعت إمبارح حضرتك مع قناة النهار. بيستغربوا ان انا بطالب ان تكريم امي معنويا، انا ما طلبتش اي تعويضات ولا اي حاجه، واعتراف بدورها الوطني. هو قال ان انا امي تم استدعائها زيها زي بقيه الناس عشان يحققوا معاها في القضيه دي، وان هم كانوا مصورين لها فيلم، عشان كده لما لقوا عندهم الفيلم ده متصور طلبوها تيجي تقول ايه الحكايه. واخد بال حضرتك ازاي؟ وبعدين مش هي اللي راحت يعني من نفسها. انا اقول لهم اول ما حصل خطاب التنحي، امي راحت لعضو مجلس قياده الثوره حسن ابراهيم قبل ما يبقى فيه اي قضيه خالص خالص، وراحت تقول له ايه الحق ده، صلاح نصر والمشير عبد الحكيم عامر بيتامروا عليك، عايزين يعملوا انقلاب، لان هي في بودانها دي وكانت موجوده ساعة لما كانوا بيتريقوا عليه ويقولوا صاحبك انا نزلته لك النهارده بالبيجامه
والجنرال محمد فوزي في مذكراته مع عماد الدين أديب قال انه سمع صلاح نصر بيقول للمشير وبعدين بقى يا ريس مش تخلصنا من اللي احنا فيه ده، فقعد من الاعداد بتاعتهم. يعني اذا صدق على كلام امي اللي قالته سنه 87 ان كان في مؤامره قبل نظام الحكم، وهو الموضوع ده ما كانش معروف اساسا خالص. ملف القضيه ده منتهي مش موجود، من ما حدش يعرف عنه حاجه، قضيه سرية يعني. كانت محاكمة عسكرية. كانت محاكمة عسكرية. كان القاضي حسين الشافعي نائب رئيس الجمهورية. وكمان رئيس المحكمة. انت بتصوري بقى هنا شاهدة الإثبات الوحيدة اللي تقدموها علشان تشهد على الناس دي. ولقوا ليه بقى؟ لأنه لقوها هي الضحية الوحيدة. لقوا إن هي ضحية بيتها اتطلقت من جوزها رغم عنها، وإن ولادها اتشردت وإنه اتاخد حاجتها والمعمل اتاخد خرده وعلى فكره هي ما شهدتش في انحراف جهاز المخابرات. الشاهد الاساسي في انحراف جهاز المخابرات صفوت الشريف نفسه، هو اللي كتب 12 صفحه كولوسكاب بيقول المخالفات اللي هم عملوها. انا امي لما راحت لحسن ابراهيم راحت له عشان التآمر على الانقلاب، بس على الانقلاب بتاع الحكم. ايوه هي وهم بعد كده عملوا القضايا دي، وهم اللي كيفوها وهم اللي كيفوها. القضيه اللي شهدت فيها امي على الانقلاب قضيت بانه صاحبها توفى مات اللي هو المشير، فمشت القضيه دي خالص. كل الناس ركزت على انحراف جهاز المخابرات. بس هي مش انحراف جهاز المخابرات على فكره، هي انحراف رئيس جهاز المخابرات شخص واحد زوجها وقتها، واللي اتهمنا ان احنا بنحاول ان احنا نهاجم الجهاز. يعني ده يعني عايز يلبسنا في الحيط مثلا، يعني طبعا انت بتهاجم يعني بيورطنا يعني رئيس الجهاز بس اللي هو كان في نفس في واحد اي في واحد استخدم من سلطته ده هي لحاجات شخصيه، هو حب امي وطلقها من ابويا وسيطر على الفيلا وسيطر على المعمل. عقد الجواز اللي بين والدة حضرتك وبين صلاح نصر، ان والدة حضرتك كان شاهد تاني، شاهد الاول وزير الداخليه. أيوة شاهد. أيوة ازاي قدروا ان هو كان عايز يعني كان في اذلال، اذلال نوع من انواع الاذلال، او بمعرفته بمعرفته يعني انه حتى جوزها عارف. وهو قال له سيبها لنا، وهي قالت له اطلقني يا خورشيد، انقذ نفسك وانقذ العيال. يعني كانوا متفقين. تمام. طب تفتكر اشمعنى يعني مدام اعتماد؟ يعني صلاح نصر معروف بمغامراته النسائيه وغير كذا كذا، اشمعنى مدام اعتماد اللي حب يتجوزها يعني؟ اقول لحضرتك هي كانت مش بس جمال، هي كانت جمال وفلوس. لكن عندها فيلا في الهرم واستوديو. لا عندها ارض واراضي بتاعت فلاذين يعني في عين شمس يعني. لا في المحل عندنا 350 فدان احنا ورثينهم عن جدي يعني باشا خورشيد. فهي كان غنيه جدا يعني، احدث عربيات عارفه الموديل اللي هي مش عارفه اياميها في الستينات اواخر الخمسينات بعد الثوره وكده. الناس دي كانت معدوده على الصوابع قوي يعني، ومعروفه ومشهوره. معروفه ومشهوره جدا. تمام. فكانت عنصر جذب يعني، انبهر بالاضواء، انبهر بعيشتها، انبهر بالوضع اللي ممكن يخش عندنا البيت. انا امي تحكي لي يقول لي تعجبه بزر ياخدها وخليه، يعجبه برمان كده. وبعدين لو عجبته الفيلا بقى يقعد فيها حتى لو هي مش موجوده، يعني حتى لو هي فوق نايمه مثلا هو قعدته تحت، تليفوناته بتجيله تحت وبتاع.